فهم للأغنية بس. ناس كتير فاكرة ان ميت غمر للأغنية بس، مش عارف يمكن بسبب ان الأجانب بتيجي تزورها طول السنة. I come from Sweden to Egypt especially to visit ميت غامر. ميت غامر is the best city in Egypt. Fantastic. وسكانها الوطنيين اتجاه بلدهم. Well, I can't imagine myself to live outside ميت غامر. او يمكن عشان الموضة في ميت غمر بتنزل قبل باريس. ولو حد من سكانها عزمك في البيت عنده ولقيته عامل لك بيتزا ما تستغربش، عشان دي الاكلة الشعبية في ميت غمر. فالنهاردة واخدكم الرحلة لميت غمر. ايه يا كريم، صباح الفل. انا جاي مصر عشان اشرب عصب مع الناس. عصب لا بالسويد ولا بفلسطين. لو انت سايح فهيكون سهل تتعامل هناك. شغل لنا مزيكا يا عم. عايز اسمع بسكوتيه مرمشه. عامل زي البندوره. انا البندوره الحمراء. مبدئيا الحرنكش مش لذيذ يعني. والحيوانات هناك أليفة جدا. وإيه الكلام بجد؟ ما طبيعي هياكلها يعني. لا تركب جنب؟ يا جنب. لا حاجة حاجة جاي بيجيب الكرباج. عندك ولا إيه؟ أنت مش عايز تركب قدام؟ انا عارف كده بس بالعكس. لا يا استاذ انا مش باك. يا اخي معلش يا حاج، اول مره اركب حط معانا يا حاج. الحنطور هنا يا جماعة رهيب، بياكل حشيش ووديك فين ما انت عايز. احنا هلأ بميت غمر رايحين مع كريم وعمر، ان شاء الله بس نوصل بنخبركم. تواصلنا بقى من القصة دي. بس في الحقيقة هي مدينة زي اي مدينة، زي ما فيها الوحش فيها الحلو، وفيها ناس عايزة تعمل حاجة بجد. وعلى فكرة انبسطنا جدا. بغض النظر عن الهزار، بس كل مدينة لها مميزاتها وعيوبها، بس احنا بنشوفش غير العيوب بس. فافتخر بمدينتك واشوفكم الفيديو الجاي. هب هب كريم. انا عايز اكسجين يا كريم.